صباح الخير سيدي تو امريكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنبدا حرف جديد معانا، حرف الياء. ياء 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 ياء. حرف الياء يبقى الياء صوته ازاي؟ ياء ياء ياء. طيب هنتعرف على اشكال حرف الياء. عندنا الياء اول الكلمه والياء اخر الكلمه والياء في وسط الكلمه. طيب هناخد اول حاجة الياء اول الكلمة. ازاي الياء اول الكلمة؟ سنة نايمة على السطر وعندها نقطتين تحت، يبقى الياء ازاي اول الكلمة؟ سنة نايمة على السطر عندها نقطتين تحت. شايفين في كلمة ايه؟ زي كلمة يخت، الياء اول الكلمة، سنة نايمة على السطر وعندها نقطتين تحت. تاني حاجة الياء في وسط الكلمة، بتبقى فاتحة ايديها الاتنين عشان تمسك في حرف قبلها وتمسك في حرف بعدها. ازاي؟ سنة نايمة على السطر فاتحة ايديها الاتنين وعندها نقطتين تحت. في كلمة ايه؟ حقيبة. شايفين الياء؟ الياء ماسكة في حرف القاف قبلها وحرف الباء بعدها، وعندنا الياء اخر الكلمة، الياء اخر الكلمة بتكون عاملة ازاي؟ فتحة ايديها عشان تمسك في حرف قبلها وبتبقى عاملة بطن صغيرة فوق السطر وبنزل بطبق تحت السطر. تاني، بطن صغيرة فوق السطر وبنزل بطبق تحت السطر وعندها نقطتين تحت. في كلمة ايه؟ ظبي. ادي الياء اخر الكلمة ماسكة في حرف الباء. طيب يلا نتعرف مع بعض على صوت حرف الياء في الفتح. ياء فتحة ياء. تاني، ياء فتحة ياء. ياء فتحة ياء. ياء فتحة ياء. في كلمة ايه؟ يد. ايدينا اللي بنمسك بيها الحاجات، بنستخدمها بنكتب بيها، نمسك بيها الحاجات، نساعد ماما، نلعب بيها، اسمها ايه؟ يد. ياء فتحة ياء يد. يلا زي ما تعودنا، لسان ينطق الحرف وايدي تكتبه. اول حرف ياء. حرف ايه ده؟ ياء. شطار جدا، برافو عليك. ياء يبقى حرف الياء، ياء اول كلمة. ازاي؟ سنة نايمة على السطر وعندها نقطتين تحت. طب قلت ياء يبقى احط عليها ايه؟ فتحة. شطار جدا. ياء د. ياء د. حرف ايه ده؟ دال. برافو. ياء د دال. طب الدال عليها ايه؟ سكون. شطار جدا. ياء د. يبقى ياء فتحة ياء يد. ياء فتحة ياء يد. تاني حاجة صوت الياء في السكون، في الضمة. ياء سكون. ياء ضمة يو. ياء ضمة يو. ياء ضمة يو. يوسفي. يوسفي اللي بناكله اسمه ايه؟ يوسفي. يوسفي بناكله اسمه ايه؟ يوسفي. اليوسفي ده فاكهة ولا خضار؟ فاكهة. برافو عليه. وكمان اليوسفي ده فيه فيتامين كتير جدا وبيحمينا منه عشان ما يجيبناش برد، مفروض ناكله. تمام يا حلوين، شطار جدا. كمان لونه ايه؟ لونه برتقاني. شطار جدا. يوسفي. يلا نكتبها يو. ياء. ياء عليها ايه؟ يو. ضمة يو. و و و و واو الايه؟ واو المد. شطار جدا. يو سي. سي. سي دي السين تحتها ايه؟ كسرة. ثلاث سنات نايمة على السطر ونحط كسرة. يو سي ف ف ف ف فاء. شطار جدا. يو سي في. في فاء ايه؟ فاء تحتها كسرة. برافو. يو سي ف ي. يو سي ف ي ي. حرف ايه ده؟ ياء. يبقى احنا اخدنا ياء فتحة ياء يد. ياء فتحة ياء يد. ياء ضمة يو. يوسفي. ياء ضمة يو. يوسفي. ثالث حاجة ياء كسرة يي. ياء كسرة يي. صورة ايه دي؟ ين. ين دي حبايبي عملة. يعني ايه عملة؟ زي الفلوس اللي بتمسك، زي الجنيه بتاعنا بس اسمها ين. دي عملة في بلد اسمها اليابان بيستخدموها، اللي هي الفلوس اسمها ين، بيستخدموها عشان يشتروا بيها الحاجات زينا بالظبط. اسمها ايه؟ ين. اسمها ايه؟ ين. طب ياء. ياء كسرة ي. ياء كسرة ي. في كلمة ايه؟ ين. يلا نكتب مع بعض كلمة ين. ي. ياء. ياء ايه؟ كسرة. زي ياء كسرة. سنة نايمة على السطر وعندها نقطتين، نحط كسرة. ياء ن. ياء ن. ياء ن. شطار جدا. ين. ين نون ايه؟
نون سكون، يبقى ياء كسرة ي ين، ياء كسرة ي ين. آخر حاجة ناخدها بحرف الياء، ياء سكون ياء. فاكرين لما قلنا ان السكون حركة خوافة ما ينفعش تيجي اول الكلمة، لازم حرف يجي قبلها، ياء سكون ياء، ياء سكون ياء، ياء سكون ياء. شطار جدا. في سورة ايه دي؟ سورة زيل. سورة ايه؟ سورة زيل. سورة زيل. يلا مع بعض نكتب كلمة زيل. اول حرف ذا، ذال فتحة. اول حرف ايه؟ ذال فتحة. ذا ياء، ذا ياء. ايه ده؟ ياء سكون. برافو. ذا ياء لو. لا 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 لا، لام. لام ايه؟ لام ضمة زي لو. طيب يلا نراجع مع بعض تاني. حرف الياء، ياء فتحة ياء، ياء فتحة ياء، ياء كسرة ي، ياء ضمة يو، ياء سكون ياء، ياء ي يو ياء، ياء فتحة ياء يد، ياء ضمة يو يوسفي، ياء كسرة ي ين، ياء سكون ياء زي. يلا حبايبي نكمل مع بعض. تاني حرف هناخده النهارده وهنتعرف عليه حرف الهاء. حرف هاء. حرف الايه؟ هنتعرف على حرف هاء. هاء 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 هاء. يبقى الهاء صوتها ازاي؟ هاء 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 هاء. طيب عندنا بقى اشكال لحرف الهاء. هاء اول الكلمه، هاء وسط الكلمه، هاء اخر الكلمه، وهاء بتكون اخر الكلمه بس مش ماسكه في حرف قبلها. طيب يلا مع بعض نتعرف على شكل من اشكال حرف الهاء. اول حاجه هاء اول الكلمه. ازاي هاء اول الكلمه؟ نعملها ازاي؟ نص دايره على السطر، او ممكن تبقى شبه الدال كده وجواها دايره صغنونه. تاني هاء ازاي؟ نص دايره نايمه على السطر وجواها هاء وجواها دايره صغيره. في كلمه ايه؟ هاتف. شايفين؟ ادي هي نص دايره وجواها دايره صغيره. طيب عندنا هاء وسط الكلمه. ازاي؟ فتحه ايديها الاثنين. هاء وسط الكلمه فتحه ايديها الاثنين. عامله ازاي هاء وسط الكلمه فتحه ايديها الاثنين؟ ازاي؟ نص دايره فوق السطر، نص دايره تحت السطر، فتحه ايديها الاثنين علشان تمسك في حرف قبله وتمسك في حرف بعده. يبقى ازاي؟ نص دايره فوق السطر، نص دايره تحت السطر، فتحه ايديها الاثنين تمسك في حرف قبله مع وحرف بعدها. كلمه ايه؟ فه. عندنا الهاء اخر الكلمه، مش بتمسك في حاجه بعدها بس ماسكه في حرف قبلها. سنة شرطة نايمة على السطر عندها شرطة كبيرة ونص دايرة. سنة شرطة نايمة على السطر وشرطة واقفة فوق السطر ونص دايرة. في كلمة ايه؟ فواكه. في كلمة ايه؟ فواكه. الهاء اخر الكلمة. عندنا الهاء اخر الكلمة مش بتمسك في حاجة بعدها، عاملة زي الدايرة بس مش ماسكة في حرف قبلها ولا حرف بعدها. هاء اخر الكلمة بتبقى لوحدها عاملة دايرة زي دايرة اهي، دائرة اهي. في كلمة ايه؟ وجوه. في كلمة ايه؟ وجوه. طيب يلا مع بعض بقى نتعرف على الهاء. صوت الهاء في الفتحة. هاء فتحة هاء، هاء فتحة هاء، هاء فتحة هاء. هرمو. هاء فتحة هاء هرمو، هاء فتحة هاء هرمو. هاء يبقى هاء فتحة هاء، ر ر فتحة هاء ر مو، ميم ضمة هاء ر مو، هاء ر مو. برافو عليكي شطار. طيب صوت الهاء في الضمة هو. هاء ضمة هو. في كلمة ايه؟ هد هد. في كلمة ايه؟ هد هد. ازاي يا حلوين؟ هو. يبقى صوت ايه؟ هاء ضمة هو د هو د دال. دال ايه؟ دال سكون. هو د هو. هاء تاني، يبقى عندنا اتنين هاء. هو د هو د
دال. يبقى هدهد ازاي؟ ها دال ها دال. هدهد ازاي؟ ها دال ها دال. شطار جدا. يبقى ها فتحه ها هرمو، ها ضمه هد هد. تالت حاجه صوت الهاء في الكسره، هي هاء كسره، هي هاء كسره، هي في كلمه ايه؟ هلال. هاء كسره هي في كلمه ايه؟ هلال. الهلال ده اللي بيطلع في اول الشهر، بيبقى لسه ما احتملش القمر، بيطلع في السماء، بيطلع بالليل زي القمر بس بيبقى لسه صغير، اسمه ايه؟ هلال. يلا عارف كلمه هلال؟ اول حرف هي، هاء كسره، هي لا لا لام فتحه. نعمل اللام ازاي؟ لام الصغيرة سن شرطة كبيرة نايمة سط. هي لا لا الألف، ألف ألف ماسك في اللام، شايفين؟ هي يبقى لام ألف، هاء لام ألف، هي لا لا لام، برافو. هي لا لا هاء لام ألف لام، هاء لام ألف لام. هاء كسرة هي هلال، هاء كسرة هي هلال. اخر حاجه اخر حاجه هاء، صوت الهاء في السكون، ها هاء سكون، ها هاء سكون، ها هاء سكون، ها في صوره ايه؟ فهد. في صوره ايه؟ فهد. يعني نكتب مع بعض كلمه فهد، اول حرف فاء، فاء فتحه، هاء هاء سكون، هاء فاء هاء د، فاء هاء د. يلا نغني مع بعض صوت الهاء في فتحه، هاء هاء فتحه، هاء هاء ضمه، هاء كسره، هي هاء هي هو هاء. يبقى احنا النهارده يا كي جي 2 اخذنا حرف الياء وحرف الهاء. اشوفكم على خير حبايبي، باي باي.